فبفضل هذا الانتماء نستطيع القيام بلم شملنا، وهذا هو الهدف الأساسي بالنسبة لي الذي سأعمل إلى جانب المجلس وإلى جانبكم جميعا من أجل أن لم شملنا فيما بيننا، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يفرق. ولكن هذا يتطلب عمل كثير. ما هو العمل الذي علينا أن نقوم به؟ علينا أن نقوم بعمل تحسيسي حقيقي فيما بيننا لنشر أخلاق وأدبيات هذه المهنة، حتى نعمل ونكرس هذه الأدبيات في كل تصرفاتنا، في علاقاتنا فيما بيننا، في علاقاتنا مع القضاء، في علاقاتنا مع كتابات الضبط، وفي علاقاتنا مع المجتمع ككل، حتى نكون النخبة الحقيقية التي تستحق ما نستحق. هذه هي تستحق كل شيء علينا.